جميع محاضر اعمال فرز النقيض زملائي ان هذا المشهد الذي نراه اليوم نتمنى من كل قلوبنا ان نراه في كل مناسبه في هذه المحاضره. لا نريد ان تتركونا وان تقولوا لا اذهبوا فقاتلوا انتم وانفسكم فينا هذه المحاضره، لان هذه المرحله مرحله خطيره على المهنه وعلى المؤسسات وعلى الصحافه وعلى النقابه وعليكم، فلا تتركونا. ارجوكم إننا من هذه النقطة ومن هذه اللحظة وبعد أن تتم إن شاء الله إعلان نتيجة مجلس النقابة، أتمنى أن تكونوا معنا وأن تراقبونا وأن لا تتركونا وأن تدعمونا، والشكر كل الشكر لله ثم لكم. عاشت وحدة الصحافة الصحفيين، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت كرامة الصحفيين، عاشت كرامة الصحفيين. ايد واحدة، ايد واحدة، ايد واحدة.